مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقات جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم دائما بأن نستضيف رجلا مميزا ومن زاوية رجال الأعمال أكثر تميزا، رحبوا معي الأستاذ مروان صاحب ومؤسس بدل فايبورا. بداية أسعد الله أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. أهلين وسهلين أستاذ مروان. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع. ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مروان يونس البستكي، صاحب ملعب بدل فيبورا. طبعا هاللعبه تقريبا انا العبها من سنتين، يعني شغف وطموح اني ليش ما افتح لي ملعب واكون مشروع. فالحمد لله يعني انا واخوي واقاربي اجتمعنا وفكرنا ودرسنا الحسابات وكل شيء وفتحنا المشروع. تقريبا المشروع صار له من 3 شهور بعد. جميل جدا استاذ مروان، حابين نعرف اكثر عن بدل فيبورا، شو اللي عندنا هني وشو اللي انتم قاعدين تقدمونه للزباين؟ طبعا عندنا نحن الملاعب كلها اندور، 3 ملاعب عندنا مع ارتفاع يوصل 9.5، يعني الارتفاع بيكون عالي الحمد لله. وعندنا طاولات البليارد والتنس تيبل. عندنا الستور نوفر فيه التيشيرتات للعيبه بكل السايزات، وايضا المضارب بكل انواعها، وشنط البادل والجريبس وما غيره، كل ما يحتاجه لاعب البادل. وايضا عندنا شنط بادل يعني صانعينها خصيصا من ايادينا نحن، يعني هذا المشروع ايادي اماراتيه. وهذا الشنط يعني اللي انا اشوفه انه ما تحصله في الامارات، يعني بس عندنا متوفر الحمد لله، سعر بيكون حلو ان شاء الله. وعندنا الكافيه اللي نوفر فيه مشروبات خاصه حق اللاعبين. طبعا نحن يوميا عندنا الافتتاح من الساعه 10 الصبح لين 12 المساء، لكن في الويكند يكون من 10 الصبح لين 2 الفجر. وطبعا عندنا يوم الاحد هو يوم خاص للنساء من الساعة 2 لين الساعة 10، يكون برايفت وما في ولا يعني رجل يكون موجود في الملعب، والكاميرات ايضا تسوي لها اوف، ويكون بس يوم خاص للنساء. وعندنا اسبوعيا تنظيم بطولات مع جوائز، يكون اسبوعيا. جميل جدا. كرجل اعمال ناجح حابين نعرف النظره المستقبليه بعد 3 سنوات، شو حابب تسوي؟ والله ان شاء الله طموحي اني اكبر المكان واوصل مو بس في دوله الامارات، اوصل في دول الخليج كلها باذن الله. اكيد نتمنى لك التوفيق ان شاء الله وتوصل تحقق احلامك ان شاء الله وتوصل لجميع الخليج باذن دول الخليج باذن الله. استاذ مروان، احنا عايشين بين الامن والامان دوله الامارات، شيوخ الدوله ما قصروا، حكومه دبي ما قصرت، قدموا لنا الدعم. حابين نسمع منك سات شكر لشيوخ الدولة وحكومة دبي. والله أنا أحب أشكر كل الشيوخ، الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان والشيخ محمد بن زايد، أنه وفرونا كل اللي يتمناه المواطن إذا يبغي يفتح مشروع. أكيد. يعني عندك مؤسسة دعم مشاريع الشباب يساعدونك في كل شيء، في كل احتياجاتك. يعني الحمد لله الحمد لله أنه مو مقصرين ويانا في ولا شيء. الحمد لله. أكيد الله يطول في أعمار شيوخ الدولة ويجيب نعمة الأمن والأمان والاستقرار في دولة الإمارات. قبل ما اختم البرنامج حاب اعرف الموقع الجغرافي، وين احنا؟ الموقع الجغرافي في دبي في الجوز 4. مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل الموقع الجغرافي والسوشيال ميديا اسفل الشاشه. استاذ مروان شكرا كثير لاستضافتك ونتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا. مشاهدينا الكرام، والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.